لو حصلت الحروب المرة دي ما هيش هتكون حروب عادية، لأن الأسلحة نفسها فظيعة. زمان كان المسألة تتوقف على شجاعة المحارب راجل لراجل، لكن دلوقتي المسألة بتتوقف على نزالة العلم. يعني هو العلم للأسف بريء جدا، لكن الإنسان بيستخدمه بنزالة. يعني بمجرد تك على زر، واحد راكب طيارة ويتك على زر، كل الشجاعة المطلوبة منه أنه يتك على زر، فتنزل قنبلة ذرية تموت. لو كانت في حجم قنبلة هيروشيما بتموت 100,000 فورا، لكن المرة دي مش في حجم قنبلة هيروشيما، ده مئات الأضعاف لقنبلة هيروشيما، لأن قنبلة هيروشيما حاجة تانية، كانت قنبلة انشطارية يقولوا عليها، إنما دلوقتي القنبلة اندماجية اللي هي الهيدروجينية، فديا قوتها التدميرية فظيعة وأضعاف قوة قنبلة هيروشيما. الموت الفوري هيبقى 1,000,000 على الأقل، وبعد كده الموت البطيء بالسرطان والتشوهات وإلى آخره، بالإضافة للدمار والإحراق والإهلاك. وبعدين يقول لك إن الموجود مخزون الأنابل الذرية يكفي لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات. ده غير حكاية الإشعاع ومضاعفاته. لكن دلوقتي ابتدوا يلتفتوا إلى حاجة جديدة خالص في حكاية الحرب الذرية، إن قال لك حتى لو نزلت قنبلة واحدة أو قنبلتين، ممكن نتيجة كمية الدخان اللي هتطلع تكون نتيجة إن الأرض كلها تغلف بغلاف من الدخان، يمنع الشمس لمدى 6-7 أشهر، وتمر الأرض على شتاء نووي يقولوا عليه، يوصل به البرد إلى درجة صقيع، وتموت الكائنات والبيوسفير كله، سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان، يموت منه أعداد كبيرة، ويحصل انقراض كامل لأجناس كاملة، لأن الشمس شيء حيوي جدا. وطبعا هم بيقولوا 6-7 أشهر ما عادش عارف الدخان ده سمكه قد إيه وحيقعد قد إيه، خاصة إنه هو مش دخان هتقدر تعمله كده بإيدك، ده هو موجود في الطبقة العليا من الجو، ثابت بحكم الجاذبية ومغلف الأرض على طول. فده سموه حكاية الشتاء النووي، وقعدوا يعملوا دراسات ليل نهار على حكاية الشتاء النووي. ساعات بقى في بقرا القرآن وأقف عند الآية، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. أقول يا ترى الآية دي خاصة بالمستقبل واحتمال الدخان ومضاعفاته؟ محتمل، خاصة لأن الآيات دي آيات كونية.